عندنا قطع لحمه وعايزين بقى ايه اخر يوم في العيد وعايزين حاجه خفافي للي عايز خفافي يعني للعشاء او عايز خفافي في خلاص زهقنا بقى من اللحمه والفته والحاجات الجامده دي نعمل حواوشي جميل وسهل وبسيط. في ناس تعمله بالعيش وناس تعمله بالعجين يبقى احنا هندور على ايه في النص؟ خلطه اللحمه. خلطه الايه؟ اللحمه هي عباره عن ايه؟ لحمه مفرومه وبصل وفلفل وبهارات بس. لحمه مفرومه وبصل وفلفل وبهارات. هناخد بقى فلفل رومي مع فلفل حامي. بسم الله بسم الله. فلفل رومي مع فلفل حامي بالشكل ده. طبعا الحامي هنا بيبقى حلو جدا في الايه؟ في الحواوشي. يعني لو عندك بصل وفلفل وفرميهم الاول، ما تحطش فلفل رومي كتير. يعني فلفل رومي واحد كفايه قوي عشان ما يعملكيش ميه في الايه؟ مع اللحمه. وبعدين لحمه الحواوشي هي معروفه لازم تكون سمينه، بس مش سمينه قوي، يعني مش كلها تبقى دهن، لا بيبقى فيها شويه دهن، شويه. يعني مثلا 25% احمر ابيض و75% احمر، ماشي؟ يعني بلاش حتى النص بالنص دي. اخد بس معاها البصله كمان افرمها وكميه البصل يا لهوي. هحط بقى اللحمه المفرومه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكميات دي زي ما انت عايزاها. بسم الله. كنت عايزه اعمل لكم النهارده حاجه حلوه، شكلي مش هلحق ولا ايه؟ هنشوف كده. عايزه ايه؟ لا لا ماشي مش مهم مش مهم. الاثنين هو اسكندراني ومش اسكندراني، الاثنين مع بعضيهم. الاثنين هو كده وكده، ان انا عامله حواوشي بالعيش البلدي وعامله حواوشي من العجينه. ماشي يا شباب؟ عشان انا ايه حبيت اراضي جميع الاطراف. ملح وفلفل اهو. فاسكندراني اللي هو بيبقى بالعجينه بس من غير العيش. العيش ده العادي البلدي بتاعنا. بص بقى العيش بتاع الحواوشي ده عباره عن ايه؟ بيبقى فيه شويه زيت زياده، يعني 3 كوبايات دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم نص كوبايه زيت، يعني الكيلو عليه كوبايه زيت. عليه رشه ملح. عليه رشه معلقه سكر صغيره. وانا حاطه له حاجه مفيده وهي حبه البركه. دي زياده. مش عايزه تحطي حبه البركه ما تحطيش. تمام؟ خليه زي ما هو كده. وابدا اعجن كله مع بعضه بشويه ميه. كده انا حشيت الحواوشي بالشكل ده. بنقي عيش بلدي صغير. ويا ريت طبعا بشكر اللي جابهولي. جابتهولي مش جابهولي. ال 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 النشابه. ما العيد بقى وما فيش عجين ولا في حاجه، خدته على كده. سايبين لي العصايه دي بس. شاكرين مهللين. طب دي هتنفع؟ طيب نقول ونعيد ونزيد. لا دلوقتي حفرت بس في العجينه وهبدا ان انا ايه اقول لصديقنا على العيش. انت شفتني عجنت قد ايه؟ مش كتير، يعني ما تفضلش تعجن في عجينه العيش كتير، لا خليها ايه العصايه طويله قوي يا جماعه على البتاع ده. شوفوا لي حاجه اقل شويه. اللهم صل يا منى. الرز على فكره برضو خلاص بيستوي. حاضر. ايه ده يا جماعه؟ لا ده هي اللي هتفرق. ايوه هي اللي جابت لنا الخبز بقى. تمام. لو بتري عليكي. حلوه كلمه الخبز والحليب شغالي فيها دي. بتدرسي فين يا حاج؟ بتدرسي فين؟ مشهور قوي ده. انا مشهور قوي. بس بقى كده اهو.
عشان تطلعيها مظبوطه. يعني هم طبعا بيعملوا ايه؟ لا مش بيعملوا زينا كده، بياخدوا ال انا بس كده اعملها ثواني لصديقنا اللي عايز العيش تاني عشان كل شويه هنسى انا الكلام ده. بصوا بقى احنا قلنا ايه؟ احنا لما بتجيبوا العجينه ونعملها طبعا فيها خميره وما فيهاش ماده ايه؟ دهنيه. يعني اللي انا بعمله سواء العيش البلدي ما فيهوش ماده دهنيه، بخليه يبقى دقيق عشان يطلع معاك ان شاء الله كويس وناجح. هو الشامي ساعات بحط له كده ايه؟ يعني معلقتين مثلا ولا حاجه من الزيت بس الاحسن، وبيهب اكتر ويبقى احلى اللي هو ايه؟ ما فيهوش ماده دهنيه ده.